مرحبا بكم في قناه الاكاديميه الامريكيه العربيه معكم الدكتور عبد الله السراي ساتكلم معكم اليوم في هذا الفيديو عن معلومات مهمه جدا لحمايه حسابك الخاص بالجنسيه الامريكيه من السرقه والمحتالين يعني من الهاكر يعني انا بصفتي كاستاذ في الجامعه والتعليم هي رساله لذا يجب ان اعطيكم بعض الملاحظات والامور المهمه التي يجب عليك اتباعها ويجب عليك الحذر عند فتح حساب الخاص بك هو حساب الجنسيه الامريكيه نحن نعرف ان الانترنت هو شيء اساسي من حياتنا اليوميه الان في الوقت الحاضر وايضا الكثير من الاشخاص الذين هم يحاولون ان يدخلوا على حساب الجنسيه الامريكيه لكي يعرف ان وصلت استمارته او ان يقدم عبر الانترنت او مثلا يلاحظ اين وصلت الاستماره وهكذا لذا يجب عليك ان توخي الحذر عند الدخول إلى حسابك الخاص لمتابعة قضيتك وأين وصلت. في هذا الفيديو سأشرح لكم التفاصيل وكيف يمكنكم حماية حسابكم من السرقة وأيضا متابعة أموركم الخاصة داخل هذا الحساب. لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في قناتنا قناة الجنسية الأمريكية مع الاكاديميه الامريكيه العربيه من خلال السبسكرايب الاشتراك والضغط على زر الاعجاب اللايك وايضا تفعيل الجرس لكي يصلكم اشعار بكل ما هو جديد من الفيديوهات التي نضعه على قناتنا وايضا مشاركه قناتنا مع كل المهتمين بامور الجنسيه الامريكيه وايضا تعلم اللغه الانجليزيه وايضا كل ما يخص في حياتنا اليوميه وهنا في داخل الولايات المتحده الامريكيه. دعمكم لنا يشجعنا بالتواصل ووضع لكم فيديوهات جديده وايضا بسرعه ممكنه. طبعا هذا هو الشكل الحساب الخارجي، حساب الخاص بك، حساب الدخول ومعرفه قضيتك وايضا استمارتك وغيرها من الامور الاخرى التي تخص الجنسيه والهجره. طبعا للحساب فوائد كثيره. كما تعرفون منها ايضا تعرف انك يمكنك التقديم اونلاين وايضا ارسال استمارتك اونلاين وايضا يمكنك متابعه قيضيتك وتعرف اين وصلتك وفي اي مرحله قد وصلت اليه الاستماره. قبل كل شيء اود ان اوضح هنا ان الموقع الرسمي هو USCIS انظر هنا USCIS.gov يعني USCIS.gov هذا هو الموقع الرسمي هنا لأن بعض المحتالين والسراق يحاولون أن يستخدمون مثلا USCIS مثلا .com مثلا .org مثلا .ca يعني أشياء مختلفة ليس هي الموقع الرسمي لذلك يجب عليك أن لا تنظر فقط على USCIS لكن يجب عليك التأكد أنه gov.gov .gov. هنا myaccount.uscis.gov او البعض منهم قد يستخدم ارقام شارحات وغيرهم من الرموز ليحاول ان يغشش الشخص يوهمك بانه هذا هو الموقع الرسمي لخدمات الجنسيه والهجره داخل الولايات المتحده الامريكيه لذلك يجب عليك التاكد اولا من الموقع بشكله الرسمي هناك ايضا هنا كما قلت لكم التاكد من الموقع الرسمي لـ .gov. ايضا من خلال هذا الموقع يمكنكم ارسال استمارات عبر الانترنت في اي وقت ومن اي مكان وايضا يمكنك متابعه اجراءات قضيتك لكن المشكله في الفتره الاخيره وفي الاونه الاخيره ان جرائم الهكر او الجرائم الالكترونيه بدات تنتشر بكثره وكما تسمعون عنها في كل يوم بالتاكيد لذلك من الضروري حماية حساباتنا وحسابك الخاص لأن يعني فيه معلومات خاصة بك وهذه معلومات سرية قد تشمل معلومة اسمك وكل ما هو موجود عن قضيتك في هذا الحساب. لذلك يجب عليك حماية حسابك من السرقة والتداول ما بين المحتالين. لكن يجب علينا أن نعرف كيف يمكننا حماية حسابنا من السرقة ومن الهكر وكيف حماية الحساب وما هي الخطوات التي يمكننا أن نتبعها. وهذا سأشرحه لكم في هذا الفيديو المهم. مثلا هنا طرائق حمايه حسابك من السرقه. النصيحه الاولى التي يجب علينا اتباعها هو تنصيب برامج الحمايه الرسميه المعروفه من الفيروسات واختراق المعلومات. معظم الحواسيب طبعا الحديثه فيها هذه البرامج برامج الحمايه ويجب عليك تفعيلها بالشكل الصحيح. يجب عليك التاكد ان في حاسوبك هناك برنامج خاص بحمايه الحاسوب من آه الفيروس من الفيروسات التي هي تحاول ان تخترق معلوماتك الخاصه وسرقه معلوماتك، يعني تعرف نحن في حواسيبنا ممكن نستخدم معلوماتنا الخاصه بالايميل مثلا البريد الالكتروني مثلا معلومات خاصه بالسكن، معلومات خاصه بحياتك الشخصيه، معلومات خاصه بالبنك وغيرها من الامور الاخرى، لذلك يجب عليك أن أن تعرف أن تتأكد بأن حاسوبك محمي ومحصن من هذه الفيروسات لأن هناك كثير من المواقع وتحاول اختراق الحواسيب وسرقة معلومات من الأشخاص، لذلك يجب عليك التأكد بأن البرنامج الموجود على حاسوبك هو برنامج شغال وحديث وأيضاً يعني غير قديم ويمكنك استخدامه لحمايه الحاسوب من الفيروسات. النصيحه الثانيه هي ان لم يكن هناك برامج يعني برامج الحمايه الخاصه بالفيروسات في حاسوبك، لكن يجب عليك ان تنصب واحد او تن ان تستخدم احد ال ال هذه البرامج المشهوره والمعروفه. البعض يحاول ان يدخل على الجوجل ال ال ويبحث مجاني مثلا برامج حمايه مجانيه. يجب عليك التاكد ان هذه البرامج التي ستقوم بتنصيبها على حاسوبك هي برامج رسميه ومن مواقع معروفه لان هناك الكثير ان يحاول ايضا ان يهمك يضعون مثلا اي مثلا لكن في الحقيقه يضعون ويب او موقع غير الاي مثلا يهمكم انه اي في جي لكنه ليس في الحقيقه الموقع الرسمي لذلك يجب عليك التأكد أن الموقع قبل أن تنزل أي أو تنصب أي برنامج على حاسوبك يجب التأكد بأن هذا البرنامج هو برنامج صحيح ومعروف من شركة معروفة وأيضا برنامج رسمي إذا لم تكن تعرف اللغة الإنجليزية لذلك ينصح ننصحك أيضا بأن تتحدث مع شخص قريب عليك بأن يقرأ ما موجود أيضاً وايضا يساعدك في اختيار البرنامج المناسب للحاسب، يعني هناك برامج كبيره، هناك برامج صغيره، هناك برامج جيده، هناك برامج غير جيده، لذلك يجب عليك التاكد من اختيار البرنامج المناسب، ايضا بالتاكيد هناك اسواق مثلا قريبه عليك، مثلا البيست باي، مثلا التارجت، مثلا ستيفلس، مثل اي مكان اخر ممكن أن تسأله مثل كاسكا مثل سامس كلوب أي مكان اللي بيع الأجهزة الإلكترونية ممكن أن يساعدوك في اختيار البرنامج الجيد والبرنامج المناسب للحاسوب لحماية معلوماتك الشخصية وحمايتك من الاختراق ومن الفيروسات الخطيرة النصيحة الثالثة هو يجب عليك الاستمرار في تحديث هذه البرامج، يعني عندما يكون عندك برنامج خاص في حاسوبك يجب عليك ان تعرف ان هذه البرامج تحتاج ما بين فتره واخرى الى تحديث معين لكي تساعد تساعدك في مقاومه او هذه الفيروسات الحديثه، يعني تعرفون ان السراق والمحتالين والهاكرز بين فتره واخرى يحاولون ان يطورون من اعمالهم ويخترقون شبكات كبيره وقد شاهدنا هذا في الاخبار يعني مؤسسات كبيره تم اختراقها، لذلك يجب عليك ان تكون محصن من هذه الناحيه وايضا بتحديث هذه البرامج، مثلا لو كان عندك برنامج قديم يجب عليك تحديث هذا البرنامج، كما تلاحظون مثلا عندما عندما يكون عندك هاتف خلوي قديم يحتاج الى تحديث، مثلا السوفت البرنامج الخاص فيه يحتاج الى تحديث، نفس الشيء في هذه البرامج الخاصه في الحمايه. من الفيروسات تحتاج الى تحديث بين فتره واخرى لكي تساعدك في حمايه معلوماتك وحمايه حاسوبك من الاختراق النصيحة الأخرى الرابعة وهي أن تضع لك أن تضع لنفسك جدول خاص كل مثلا أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أو كل شهر مثلا حسب حاسوبك وحسب عملك على الحاسوب أن تعمل فحص ومسح للحاسوب لحذف الفيروسات الموجودة مثلا ما نسمى نحن في الإنجليزية بالإسكان يعني ممكن أن تشغل الـ الـ البرنامج برنامج الحمايه من الفيروسات وتعمل مسح خاص للحاسوب وتفحص ان كان ربما هناك فيروس تم اختراق الحاسوب لكي يساعدك ايضا في حذفه في المراحل الاولى قبل ان ينتشر داخل الحاسوب ويبدا بتعطيل تعطيل الحاسبه وعمل الحاسبه بشكل جيد. اما النصيحه الاخرى وهي النصيحه الخامسه يعني كما تعرفون على الرغم من أهمية الانترنت وأيضا ونحتاج الانترنت مثلا في الشارع أو في المطعم أو في الفندق فحاول أن لا تدخل على حسابك الحساب الخاص بالجنسية الأمريكية من خلال ربط على شبكات الواي فاي العامة المجانية لأنها غير آمنة وغير محمية مثلا عندما أنت في مقهى أو في كافي شاب أو في مكان أو في السوق وتحاول ان تربط على شبكه الواي فاي المجانيه او في المطار مثلا او في الفندق فهذه الشبكات تكون غير امنه نعم, نعم انها مجانيه لكنها غير امنه وغير محميه عندما عندما تربط على هذه الشبكات لا تحاول ان تدخل على حسابك الخاص بالجنسيه الامريكيه، ممكن ان تدخل تصفح الاخبار العامه، ممكن مشاهده مثلا قنوات اليوتيوب مثلا، لكن لا تحاول ان تدخل على حساباتك الخاصه مثلا حسابات البنك، حسابات الجنسيه الامريكيه او اي حسابات مهمه اخرى لان هذه الشبكات المجانيه العامه هي غير امنه وغير محميه، لذلك يجب عليك ان تتجنبها عندما تحاول الدخول إلى حساباتك الخاصة. النصيحة الأخرى وهي نصيحة مهمة. النصيحة السادسة وهي أن لا تفتح أي ملفات مرفقة في الإيميل. يعني عندما يصلك إيميل ويهمك بأن هذا الإيميل هو من اليو إس لا تحاول أن تفتح مثلاً مرفقات في هذا الإيميل ولا تحاول أن تدخل على روابط في مثل هذه الإيميلات. حاول ان تعرف مصدر الايميل المصدر الرسمي للايميل لليو هو ها. هذا هو الايميل my account at USCIS .dhs .gov. هذا هو الجزء at uscis.dhs.gov يعني مثلا انا في الجامعه تصلنا كثير من الايميلات مثلا باسم الشخصي او باسم رئيس الجامعه او باسم نائب رئيس الجامعه او باسم استاذ اخر لكن في الحقيقة نعرف أن هذه الإيميلات هي إيميلات غير رسمية غير حقيقية من خلال أنهم يحاولوا يستخدمون الإسم لكن الجزء الآخر من الإيميل وهو الإيميل الرسمي الخاص بالجامعة هو غير صحيح فلذلك يجب عليكم أن, أن تنتبهوا عندما يصلك إيميل يهمك بأنه من الـ USCIS لكنه في الحقيقة ليس من الـ USCIS يجب عليك التأكد بأنه my account at USCIS. dhs.gov هذا هو الايميل الرسمي لذلك عندما يصلك ايميل من غير من مواقع اخرى ليس من هذا الايميل لا تحاول ان تفتح الملفات المرفقه ولا تحاول ان تدخل على الروابط التي ترسل لك في الايميل لان هذه روابط وهميه وملفات وهميه وغير حقيقيه لذلك يجب عليك الانتباه الى هذه الملاحظه المهمه النصيحه الاخرى السابعه وهي حاول أن تجعل من كلمة السر الخاصة بحسابك هي قوية وطويلة ومعقدة وحاول أن تحفظها أو تكتبها في مكان بحيث لا يمكن الوصول إليه مثلا تضع حروف كبيرة وحروف صغيرة تحاول تضع رموز وأرقام ومع بعض ويكون كلمة السر معقدة وطويلة لا تحاول أن تستخدم كلمات سر صغيرة وسهلة مثلا هنا أسوأ كلمات سر هنا مثلا واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هذا غير مناسب وايضا لا تحاول ان تكتب اسمك ككلمه السر ولا تحاول ان تكتب اسم مدينتك او ولايتك ولا تحاول ان تضع مثلا 1 1 1 1 1 او 6, 6 6 6 6 10 10 ارقام مثل هذه يمكن تخمينها لذلك يجب عليك اختيار كلمات تكون فيها حروف كبيره وصغيره ورموز وارقام لكي يصعب تخمينها. النصيحة الأخرى وهي النصيحة الثامنة يجب عليك إضافة تحصين ثاني إلى حساب الدخول من خلال استخدام رقم هاتفك الشخصي بإرسال رموز خاصة كرسالة نصية للتأكد من الشخص قبل السماح للدخول للحساب. ماذا أعني بهذه النصيحة؟ مثلاً عندما تريد أن تدخل إلى حسابك الخاص من خلال الحاسوب سيرسل لك الحاسوب يطلب منك يرسل لك رمز خاص على هاتفك في الهاتف ستصلك رساله نصيه يقول لك ان شخص يحاول الدخول على حسابك الخاص بحساب الجنسيه الامريكيه. اذا كنت انت طبعا ستعطي موافقه وستكتب الرمز على الحاسوب. اذا كان شخص اخر يحاول ان يخترق حسابك وليس انت عندما تصلك الرساله ستكون هذا اشعار لك بان شخص اخر يحاول الدخول على حسابك وستعرف انه ليس انت ولا تعطي هذا الرمز للشخص يعني لذلك يجب عليك ان تضيف التحصين الثاني اذا لا تعرف كيف تضيف هذا على حسابك او لا تعرف كيف ان تعمل حساب خاص بك حساب الجنسيه الامريكيه والتاكد من ذلك يرجى كتابه لنا في التعليقات عن هذا وسنعمل لكم فيديو خاص بهذا الشيء يساعدكم كيفيه ان تختار كلمه السر وكيفيه اضافه التحصين الثاني على حسابك وايضا كيفيه تكوين حساب خاص بك لكي تعرف كيف ان تدخل ومتى تدخل وكيف تعمل التحصين الثاني وكيف يمكنك اختيار كلمه السر الجيده والممتازه التي يصعب على السراق اختراقها ومعرفتها مرة أخرى للتذكير عن كتاب وسيدي اختبار الجنسية الأمريكية مع الأكاديمية الأمريكية العربية طبعا كتابنا هو يعتبر الكتاب الأول في الولايات المتحدة الأمريكية من كثرة المبيعات وأيضا من طلاب الذين قاموا بشرائه ونجاحهم والحصول على الجنسية الأمريكية لأن هذا الكتاب تم إعداده من قبل لجنة خاصة في الأكاديمية وليس من شخص واحد فقط لجنه خاصه هم من حمله شهادات الماجستير والدكتوراه وايضا تم اعتماد ما يسمى بالاكتفل هي الستاندرد الاساسيات في اعداد الكتب في تعليم اللغات. لذا آه هذا الكتاب ايضا ياتي مع سيدي خاص به لتطوير اللغه وايضا الاستماع الى اللفظ والنطق الصحيح في اللغه. الكتاب في نسخته القديمه والحديثه في مكتبه الاكاديميه. لطلب نسخه من هذا الكتاب سواء كان قد القديم او الحديث يمكنكم التواصل على هاتف الأكاديمية 949-516-1100 وأيضا يمكنكم إرسال الرسالة النصية على هاتف الأكاديمية 949-516-1100 طبعا كما تعرفون الكتاب القديم هو ذو المئة سؤال هو فقط للأشخاص الذين قاموا بإرسال استمارات التجنس قبل تاريخ 1-12-2020 أما الكتاب الحديث هو للأشخاص الذين قاموا بإرسال طلب التجنس في تاريخ 1 12 2020 وما بعد هذا التاريخ طبعا الحديث هو وثمانية 128 سؤال اما القديم بال100 سؤال القديم هذا هو شكل الكتاب القديم عليه شعار الاكاديميه هنا وايضا هذا الكتاب ياتي مع سيدي وايضا يشمل جميع اسئله الاختبار ال سؤال وايضا القراءه والكتابه والابلكيشن وبطاقات استذكار والمفردات للحفظ وهذا الكتاب تم اعداده بصوره سهله ومبسطه بحيث الطالب يستطيع دراسته بصوره سهله ومبسطه وايضا حتى الاجوبه تم اختيارها بصوره مبسطه وسهله ايضا هذا الكتاب عليه عرض خاص وهو ب 29 دولار فقط الكتاب القديم اما الكتاب الحديث فهذا هو شكله الحديث ايد بدون 128 سؤال مع جزء القراءه والكتابه والابلكيشن والمفردات وبطاقات الاستذكار، ايضا هذا الكتاب ياتي مع سي دي وايضا عليه عرض خاص السي مجاني لكل من يطلب الكتاب، كما قلت لكم طلب الكتاب يمكنكم التواصل مع الاكاديميه على هاتف 949 516 1100 وايضا ساضع لكم رابط شراء الكتاب القديم مع ورابط الكتاب الحديث في اسفل الفيديو في الوصف وايضا يمكنكم طلب هذه الكتب ايضا مره اخرى لا تنسوا الاشتراك في قناتنا قناه الاكاديميه الامريكيه العربيه من خلال السبسكرايب وايضا الاشتراك وايضا الضغط على زر الاعجاب اللايك وتفعيل الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد من قناتنا قناه الاكاديميه الامريكيه العربيه وايضا مشاركه قناتنا مع كل المهتمين بالجنسيه وامور التجنس على صفحات التواصل الاجتماعي، نشكر دعمكم المتواصل لنا وانتظرونا في فيديو جديد قريبا ان شاء الله، شكرا جزيلا. تقيمون في الخارج وتحرصون على بقاء اللغه العربيه شامخه في عقول ابنائكم؟ مللتم من البحث عن مدرسة مناسبة لتعليم اللغة العربية وقريبة من المنزل ولكن دون جدوى. لا داعي للقلق والخروج من البيت لاننا في عصر التكنولوجيا والسرعة. الاكاديمية الامريكية العربية جاءت تلبية لرغباتكم لتقدم لكم دروس في اللغة العربية والثقافة العربية لجميع الاعمار وعبر الانترنت باستخدام احدث الطرائق التعليمية على ايدي امهر الاساتذة ذوي الخبرة والكفاءة العالية في التعليم. لمزيد من التفاصيل، تواصلوا معنا عبر موقعنا الإلكتروني www.taa-a.com أو الاتصال بنا عن طريق البريد الإلكتروني info at acom أو الهاتف 9495